دائما ما يتهم الملح بأنه المتسبب في أغلب الأمراض التي تصيب الإنسان، ويحذر الأطباء وأخصائيو التغذية من مشاكل زيادة تناول الأملاح ومخاطرها على الصحة. فما هي أهم المشاكل التي تسببها الأملاح؟ وما الكميات المسموح بتناولها من الملح؟ لنتعرف عليها نرحب بضيفتنا في الاستوديو أخصائية التغذية الأستاذة سارة العنيزان. حياك الله معنا أستاذة سارة. حياك الله. يا هلا ومرحبا حبيبي. أهلا فيكم. سارة، لو تعرفي لنا وتعرفي المشاهدين في البداية إيش هو الملح وما هي المكونات اللي بتحتوي عليها الملح تحديدا؟ بالنسبة للملح شيء إحنا ما نستغني عنه نهائيا، يعتبر ضرورة من ضروريات الأكل، وما يحلى الأكل أساسا إلا بالملح. غالبا أكلنا يحتوي دائما على الملح، فأكثر الأخصائيين يحذرون ويقولون لنا لازم نقلل من كميات الملح اللي إحنا نضيفها لطعامنا، طبعا لأن فيه له مضار وله مخاطر كذلك. تقريبا هو يحتوي على، بالذات الملح المكرر، يحتوي على 99% من كلوريد الصوديوم، 1% تقريبا اللي هي من اليود، غير كذا يضاف له بعض المكونات أو العناصر الغذائية الكيميائية اللي تخلي الملح يكون متفكك، يعني ما يكون متكتل. هو المشكلة دائما في المانع للتكتل، هذه هي اللي تسبب مخاطر. طبعا اللي إذا متكتلة؟ أي اللي تمنع التكتل الملح. كيف ما فهمت هذه تكتل الملح؟ ما فهمته. لأنه الملح الخشن الطبيعي لما إحنا نطحنه أو نخليه ناعم يعني يكون متكتل، فكيف هم يتخلصوا من التكتل هذا؟ يضيفوا مواد كيميائية طبعا بنسب هي صحية تعتبر. أيوة على أيوة هذه تضاف بنسب يعني أثناء صحية التكرير. أثناء يعني التكرير أيوة بالضبط. يعني تقصدي أثناء تكرير الملح بيضيفوا مواد كيميائية عشان أيوة دحين وصلت المعلومة. فكرت عندنا في يعني عرفتي، لأن أنا أعتذر حأخذ سؤالك شوية. إيه مش سؤالك يعني، بس حطرح سؤال. كثير يقولوا إنه مثلاً إنه الملح الخشن في حالة استخدامه أفضل من الملح المكرر. صحيح، أنا سمعت. وأنا صحيح. في الفترة الأخيرة فعلاً يعني صرت أنا أستخدم مع الطبخ الملح الخشن علشان ما يكون تكرر ونضاف له مواد كيميائية. على إنه ترى الملح الخشن فيه شوية شوائب، مع ذلك قالوا كل الأخصائيين وأجمعوا إنه الشوائب هذه خطرها أقل من الملح المكرر، فلذلك الملح الخشن أفضل. ومع ذلك نقدر إحنا نستخدم الملح الخشن عن طريق أن نطحنه أو ندقه ونضيف له حبات الأرز عشان تمتص الرطوبة وتمنع التكتل، فهذه هي طريقة اللي هي صحية. عشان نحطها في الملاحة ونستخدمها بطريقة عادية ويصير كأنه زي الملح المكرر لكن بطريقة صحية وما نضاف له أي مواد كيميائية. طيب أستاذة، حدثينا طيب عن فوائد الملح. هو له أضرار كثيرة بس إحنا نبغى نعرف الفوائد اللي. طيب بالنسبة للملح له فوائد إنه يوازن المياه داخل الجسم وداخل الأنسجة بالذات، كذلك يحافظ على توازن الجهاز الهضمي. له فوائد ثانية غير إنها صحية من ناحية الصحة، إنه ناكلها إحنا نستخدمه كمنظف للجسم، سكراب للجسم ونعم. كذلك نستخدمه تنظيف الأسنان كمحلول، نستخدمه محلول كذلك يساعد على وقف نزيف الداخلي السن يعني بالضبط. صحيح. كذلك من ضمن الأشياء اللي ممكن إحنا نستخدمها أثناء التورم القدمين، نستخدم موية ساخنة مع ملح ويفيد كثير في تخفيف الألم. يعني أيضا ما رأيك يعني إنه بعض الملح يعني فيه فيتامينات وفيه عناصر، أيضا منها عنصر اليود اللي هو مفيد للعظام، وأيضا الصوديوم اللي هو بيعزز مناعة الجسم، ما رأيك؟ هو صحيح هو مفيد، لكن احنا نقول ما نكثر الافراط في تناوله. في بعض الناس يعني ما ياكل الاكله الا ملحه جدا. صحيح. احنا نبغى نحاول نوصل للناس انه اوكي الملح صح مفيد لكن له مضار عندما نكثر منه. غير كذا مرضى القلب ومرضى اللي هي حقه الكلى يفضل انهم ما يستخدمون الملح نهائيا في اكلهم، ممكن تأثر عليهم. فهي تأثر عليهم. طيب أستاذة، إيش هي الكميات المسموح فيها في الأكل؟ بالنسبة للكميات من 3 جرام
إلى 7 جرام كأقصى حد، هو المعتدل أو المسموح فيه ويعتبر مناسب للجميع اللي هو 5 ملي جرام، اللي توازي تقريبا ملعقة شاي صغيرة. ملعقة ملعقة في اليوم؟ ملعقة شاي ملي. فشوفي كم احنا نحط كميات كبيرة ومهولة جدا. ما ادري يعني، انا قرأت على دراسة امريكية، يعني سوي دراسة امريكية انه تحديدا يعني هذه الدراسة يعني في حالة مثلا انخفض استخدام معدل الملح في امريكا او في الولايات المتحدة الامريكية حاليا انخفض نسبة او حالات الوفيات 500,000 خلال 10 سنوات المقبلة. إنه جالسين يحددوا إنه هم، لأن مثلا الشعب الأمريكي بيعتمد دائما على الأغذية المصنعة، أيضا على الأغذية المعلبة، فإنه دائما بياخذوا تقريبا 3600 ميلي جرام بالنسبة للأملاح، بينما مثلا الكمية المسموح فيها 1500. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هو بالفعل لأن 1500 ولا 5 جرام أو 5 ملي جرام؟ هي 1500 بالنسبة لمعدل الملح نفسه أو كمية الملح، لكن اللي هي نسبة الملح، لكن بالنسبة للمعدل الطبيعي اللي إحنا نستخدمه دائما يقولوا اللي هي 5 جرام، هي متساوية ترى على فكرة. هي الملي جرام متساوية للجرام. أيوة متساوية ل 1500 ملي جرام، متساوية للملعقة اللي قلت لكم عليها اللي هي 5 جرام. بالنسبة لمعدل الوفيات أكيد راح ينخفض لأنه يسبب أضرار كثيرة، يعني منها ارتفاع معدل، طبعا هو يعتبر من مسببات ارتفاع ضغط الدم، كذلك يسبب تصلب الأوعية والشرايين في القلب، يسبب كذلك السكتة الدماغية، السكتة القلبية، فهذه هي الأساس اللي يسبب الوفاة. طيب أستاذة معليش، انه الملح هل هو اشد خطوره من السكر؟ أكيد. يعني يعتبر طيب هل له علاقه بالضغط؟ لانه دائما احنا نسمع انه ارتفع الضغط ما ادري ايش ممكن السبب انه كثر ملح او اكل اشياء مالحه، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ كل المقولتين صحيحه. اول حاجه انه الملح اكثر من خطوره من السكر، لأن الملح إحنا نعتمد عليه في جميع أكل غذائنا، يعني من أول اليوم إلى نهاية اليوم صحيح. وإحنا نأكل أكلات مالحة بغض النظر عن نفس الأكل أساساً يحتوي على الأملاح نفسها لكن بكميات قليلة، فإحنا نأكل أكل أساساً مملح ونضيف له ملح، مثل هو موجود أساساً الصوديوم والأملاح المعدنية موجودة في الخضار والفواكه بشكل طبيعي واللحوم كذلك، فإحنا نضيف لها ملح نزيدها أكثر، فأكلنا معتمد على الملح أكثر من السكر، لذلك هو أخطر من السكر. زي ما بيقولوا على مرق الدجاج، يعني في كثير مثلا بنسوي حملات توعوية أنه استخدام مرق الدجاج مثلا أنه بتكون نسبة الملوحة فيه عالية جدا، هل صحيح مثلا أنه مرق الدجاج بيكون بيحتوي على نسبة عالية جدا من الأملاح، وهل ممكن تعويضه؟ يعني أنا واحدة من الناس اللي أنا أحب الملح مرة بس بشرب موية كثير، هل ممكن أنا أوازن هذا الشيء؟ ما أستطيع بصراحة في الطعام من غير ملح. هو بالفعل وملح زيادة شوية، مو إنه ملح مرة كثير بس إنه زيادة عن المعقول، فهل ممكن التعويض للحفاظ على مهام الكلى بالموية؟ حتى لو قلنا إحنا راح نشرب موية، هو مشكلة الكلى عندنا لما تطرح ملاح الصوديوم الزيادة تطرح معها الكالسيوم اللي إحنا محتاجين للعظام، فيسبب ترقق للعظام، فهذه مشكلة يعني بحد ذاتها ممكن كثير ما يعرفها، اللي هي ترقق بسبب تناول الأملاح، لأنه يطرح الكالسيوم أثناء طرح الصوديوم. بالنسبة للبدائل ممكن إحنا نستخدم بدائل كثيرة، ممكن نضيف الليمون، ممكن نضيف الثوم، ما توابل. ملوحة الليمون أكيد ما رح توصل، إحنا نحاول نقللها على شوية. هل أخف؟ حتى الملح الخشن لو قلنا أنه قريب للطبيعي أو أنه ما راح يكون فيه مواد كيميائية، يعني يبقى أنه لازم إحنا نقلل من الكمية هذه بإذن الله. أكيد والمخللات إحنا نسيناها، المخللات تحتوي على ملح مرة كثير مع الخل برضو. أكيد المخللات تعتبر جداً. طريقتها أساسا تمليح عشان نحفظها لمدة طويلة، نملحها بكميات كبيرة وبعدين نحفظها لمدة طويلة. طبعا بالنسبة للمخللات أبدا ما تناسب للي عندهم مشاكل في المعدة،
وكذلك بالنسبة للناس الأصحاء أو العاديين يأكلونها لكن بكميات قليلة، ما يكثروا لكن ما راح تضرهم بإذن الله. طيب في بعض الأطعمة كالرنجة والفسيخ اللي مثلا بيتناولوا بعض الدول العربية اللي هو بيتصنع بالملح، يمكن أنت سمعت عنه، هذه الأسماك اللي بتكون مدخنة بالأملاح، ما مدى تأثيرها السلبي على الشخص عند تناول هذه الأسماك؟ هو أكيد لها تأثير، لكن يفضل أنه ما نكثر منها، نخليها بقدر الإمكان شيء قليل جدا. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك حبيبتي سارة العنزان، شكرا على النصائح اللي قدمتيها وتحديدا عن مخاطر الملح، لأن دائما متهم بفعلا الإصابة بالعديد من الأمراض. صحيح، الله يعطيك العافية حبيبتي. يعافيك، شكرا لك. أهلا.